شوفي راه غنسالك شي عراضه من اللي تشدي ظهرك. قلت ليها اه ضروري، وخرجنا من الكافيه وبالفعل لقينا الطاكسي كيتسنى، وطلعنا في الطاكسي وصلنا للدرب ديال نهيله، وهو كاين مورا الدرب اللي انا ساكنه فيه، وحتى هي ساكنه غير في بيت. البيت متواضع بزاف، جلست على واحد السداري حاطاه تما ودورت عيني في البيت كنستكشف، وانا نلمح صوره نهيله مع واحد البنيته آية في الجمال وكتشبه ليها. فبقيت كنشوف فيها وهي لاحظات وجاوبتني بابتسامة على وجهها، كيف جاتك غزالة ياكي بنتي هاديك؟ شفت فيها باستغراب وقلت ليها بنتك على انتي مزوجة؟ نهدات وقالت كنت، اما دابا طلقت. عينيها غرغرو وهي تقول راها مع امي في قرسيف، انا ما عنديش كيفاش نقابلها حيت كنخدم صباح وعشية باش نوفر ليها كل شي، وما بغيتهاش تكرفص معايا. عينيا دمعو وقلت ليها الله يخليها ليك، يلا نوضي بدلي عليك نعسو، اكيد غدا تكوني عيانه. قلت ليها ولكن انا ما جبتش حوايجي، بقاو كاملين في الدار فين كريت. قالت وهادي ماشي شي حاجه صعيبه، ها بيجامه يلا نوضي. شكرتها ولبست البيجامه وتجبت انا وياها كل وحده على سداري. انا ما بغاش يجيني النعاس، وفي هاد اللحظه بدات كاع الافكار دازو في مخي واسوأ الاحتمالات، وتفكرت امي رقيه وقلت غدا نتصل بيها ونطمنها عليا. فقت على ريحه القهوه اللي كتبعت النشاط في الروح وكتخليه ينفض عليه النعاس. حليت عيني وبانت ليا نهيله كطيب في القهوه، قلت ليها صباح الخير. قالت لي يا صباح النور. فطرنا ولبسات حويجها وقلت ليها تسنيني غنلبس ونمشي معك. قالت علاش هانتي في الدار حتى تخرجي على خاطرك؟ قلت ليها زعما ما كاين حتى مشكل. قالت شوفي يا زهره، كون ما كنت تقت فيك كاع ما ندخلك داري، خدي راحتك يلا انا غدا نمشي قبل ما يفوتني الترونسبور. قلت ليها الله يسر ليك اختي. وخرجت نهيلة، هاد البنت دخلت ليا لخاطري، مسكينة كتقاتل مع الزمان، بالنهار كتخدم في سوبر مارشي وبالليل كتسربي في قهوة. كبرات في عيني الصراحة، مازال ولاد الناس في هاد الدنيا. تاقت فيا وخا الله عرفتني، كنت محظوظة حيت تلاقيت بيها. وكملت فطوري وهزيت الماعن غسلتهم ورجعت نلبس حوايجي. لبست وخرجت من دار نهيلة ومشيت للمقاطعة فين غدا ندير الكونترا. كنت مخلوعة على يخوي بيا مول الدار وما يجيش، خصوصا فاش تعطل عاد كيبان ليا جاي. وسنينا الكونترا وعطيته الفلوس وهو سلم ليا السوارف. واو على إحساس في الشكل الاستقلالية والحرية. خرجت وتوادعت مع مول الدار ومشيت للجامعة وتسجلت الحمد لله، ودرت شعبة الاقتصاد، كتعجبني هاد المادة بزاف. ساليت وكانت وقيتة الخدمة وخرجت ومشيت. وصلت أنا الأولى وبدلت عليا وطلعت نخدم. تلاقيت بعيشة وتسالمنا وكملنا شغالنا على ما جاو البنات. وهكذا دازت سيمانة كاملة فرحانة بزاف، وبديت القراية وبديت كنجهز في داري وكناخد حاجة بحاجة في حدود الإمكان. أخيرا تقدت حياتي واليوم كان السبت، هذا النهار كنخدموه كامل كيف عادتي. أنا والبنات كنا خدامين حتى دخلت واحد السيدة شيك ومن لباسها باينة لاباس عليها. مشات هيبة عندها ودات ليها الطلب ديالها، أنا مديت ما جبت حيت خدمتها هاديك. كملت شغلي عادي. استغربت وقربت من البنات ولقيتهم كيهضروا عليها. قالت هبة مسكينة مازال من طبيب لطبيب. قلت لها مالها ياك لاباس؟ قالت نهيلة هادي مدام سوسن راجلها من أغنى أغنياء الرباط، ولكن ما عندهاش الزهر. قالت هبة مسكينة من نهار عقلت عليها وهي هكا، ما كتبش ليها ربي الولاد، أو فين ما سمعت بشي طبيب كتمشي لعنده، حتى من الأجانب ولات كتجيبهم.
قلت مسكينة الله يفرحها. قالت هبة: أختي، هاد الناس اللي لبس عليهم أغا بريستيج، كنت عارفيها كيف دايرة في التعامل. يخ، وزيدون هي هاد الولاد باغياهم غير على قبل حماتها، كتضغط عليها وباغا تشوف حفيدها. قلت: وانتي باش عرفتي هاد الشي؟ قالت هبة: كنت خدامة عندهم. وهي تقول نهيلة: صراحة راجلها الله يعمرها سلعة، وحتى هاد القضية الولاد ما نضايقاش قد ما كيضايقو يشوف مرتو مقلقة. يا اختي حسدتها، كيبغيها بزاف. وهي تقول هبة: ويه، شي عنده الزهر وشي الحجر. وهي تقول نهيلة: وعدنان ما بقاش معمر ليك العين. جاوباتها هبة: اويلي سكتي المسخوطة، ما صدقنا تقاد معانا هاد الايام. وبقينا مجمعين انا والبنات، تفرقنا وكل وحدة مشات لشغلها. انا مرة مرة كنخطف شوفات في ديك المرأة اللي سميتها سوسن، المظاهر خداعة، اللي يشوفها بلباسها الشيك واخر موديل يقول هي اسعد وحدة في الكون، ولكن الحقيقة هي الاتعس. حرمها ربي من الامومة، ولكن هي محظوظة لحقاش لقات راجلها في جنبها يوقف معاها ويساندها. وشحال من راجل كيكون منه المشكل ومع ذلك المرأة هي اللي كيحملوها المسؤولية. شوية حتى كنسمع الغوات، وهزيت عيني فين كانت ديك مدام سوسن، كتغوت على واحد البنت خدامة معانا. اللي فهمت من كلامها حيت جابت ليها القهوة باردة. وفي هاد اللحظة كاع المشاعر الشفاقة اللي كانوا وجهتها تحولوا لكره وشمئزاز. وقلت: زعما هاد السبب التافه هو اللي خلى مدام سوسن تغضب لهاد الدرجة وتبرد أعصابها في هاد البنت، وتقدر تسبب ليها في الطرد من الخدمة. وبالسيف باش قدينا نهدنوها، وقنعتها هبة باش ما تشكيش بها الباترون، وباللي كتوعدها المرة الجاية ترد البال. أنا كنت غا ساكتة وكنشوف فيها، حتى انتبهت ليا ودوات معايا. وهي تقول: انتي جديدة؟ قلت لها: اهلا. لا، قالت: قررت انتي اللي غادا تبقاي تسربيني فاش نكون هنا. حضرت راسي وقلت لها: واخا لالا. وانسحبت في هدوء ومشيت لعند البنات. وهي تقول نهيلة: شنو كانت باغا منك؟ قالت هبة: طلبت منها تبقى تسربيها، اكيد غيكون عندها شي هدف من ورا هاد الشي. بديت كنحاول نخفي الخوف اللي تملكني وقلت: الله يهديك هبة، اشنو غادا تكون باغيه مني؟ قالت هبة: ما نعرف، المهم انا قلت ليك وردي البال وصافي. بدلات نهيلة الموضوع وهي تقول: اجي، واليوم قربنا نخرجوا، اش بان لكم نسهروا؟ وهي تقول هبة: اها فكرة زوينة، ولكن عند من؟ طوعت انا وقلت لهم: عندي انا. المهم سالينا ودزنا تقدينا من سويقة ومشينا لبيتي، ودوزنا امسية غزالة نسيت فيها كاع داكشي اللي جرى. نعسنا وملي فقنا الصباح جمعنا البيت واقترحت نمشيو للحمام. مشينا ورجعنا تغدينا واتكينا، ردينا المجاج وعاد نضنا ومشينا للخدمة. والمفاجأة كانت سوسن تما، غير شفتها رجع ليا الخوف ونفضت الأفكار السيئة من مخي، ولبست الحوايج وبديت في الخدمة ومشيت عندها نسربيها. قلت لها: سلام مدام، اش حب الخاطر؟ قالت: مرة أخرى ما تبقيش تعطلي. قلت: سمحي لي يا لالا. وهي تقول: جيبي لي شي كابوتشينو بلا سكر. قلت: واخا لالا. وتميت غادة وهي تعيطلي. قفزت من بلاستي وطرت صايبت ليها القهوة بإيدي، وحرصت باش ما تكونش باردة، ما خاصني مشاكل. اديتها ليها وشربات منها وما قالت لياش حتى شكرا. على متعجرفة، يا ربي تستر، ما عرفت باش عجبها راسها. كملت الخدمة وكل مرة كنمشي عندها نشوف اشنو بغات، حتى ملات وهزات راسها ومشات عاد ارتاحت، وقدرت نخدم في حريتي. وهكا داز شهر وتبدلت فيه انا كليا، زادت ثقتي في راسي وارتاحيت
ولات الأمور ميسرة الحمد لله، خصوصا من بعد ما خديت خلصتي الأولى من الباترون. من بعد ما غابت تقريبا شهر رجعت بانت، وشكون من غيرها مدام سوسن شيطان في صفة إنسان. وهاد المرة جات في الليل ولبيت ليها اللي بغات، وبقات جالسة حتى بغينا نسدو، وحتى واحد ما تجرأ يقول ليها باللي غادي نسدو. غريبة هاد السيدة، تشجعت وقربت منها وبصوت كيرشف قلت ليها: مدام سوسن اسمحي ليا، ولكن راه غنسدو. سوسن كانت شاردة، عاد انتبهت ليا وشافت فيا شوفة صدماتني. كانت كلها انكسار وضعف، أول مرة غنشوفها هكا. عينيها كانت فيهم دمعة جامدة، ولكن كبرياءها منحها تخليها تهبط. تهزات من بلاصتها ومشات بلا ما تقول حتى كلمة. ما استغربتش، هاد المرأة حال وأحوال، كل مرة كيف تشوفها. ومشيت لداري نعست، ولغت لي الصباح فقت كيف عادي، وخرجت الجامعة دوز فيها نهاري كامل. ولكن فوقيت الغدا خرجت من الكلية وانا متصدم بواحد السيارة على الباب مألوفة ليا. قبل ما نزيد نعيي راسي بالتفكير، هبطت الشرجم ديالها وضاحت الرؤية. وشكون غادي يكون؟ سوسن. صدمت فاش شفتها قدامي، ما عرفت ما ندير حتى فيقاتني هي. قالت: طلعي، بغيت ندوي معاك. قلت ليها: فاش؟ قالت: طلعي بعدا، ماشي بلاصه الكلام هادي. وكلت امري لله وطلعت معاها. هي ساقت وما وقفات حتى لواحد البلاصه خاويه عند البحر، واتكات على الفولون ديال الطوموبيل، وبقيت انا كنشوف. ما عرفت ما ندير، وهي تهز راسها وهي تقول: شحال ما بغيتي د الفلوس غدا نعطيك باش تحقي ليا اللي بغيت. قلت ليها: اشنو مدام؟ ما فهمتكش. شافت فيا وعينيها كيقولوا باللي صعيب هادشي اللي غدا تقول. قالت: بغيت ولد، بغيت نولد ولد من راجلي، بغيت حماتي تشوف الحفيد ديالها والوريث ديال العائلة قبل ما تموت. قلت ليها: شوفي يا مدام، عارفة باللي هاد الشي صعيب عليك، ولكن ما فهمتكش. قالت: بغيتك انتي تولدي لي الولد، وباش ما يمشيش بالك بعيد، عارفة غدا تقولي انا بنت مربية وما نفرطش في شرفي. انا غنزوجك راجلي، تكوني المرة الثانية في حياته، ولدي لينا الولد اللي بغيناه وغيطلقك، حيت ما نرضاش لولدي يكون غير شرعي، وغدا تعطيه لي، وغدا تغبري مع الملايين بل الملايير الفلوس. شفت فيها وما قدرتش حتى نتكلم من هول ما سمعت. بلاتي بلاتي، بغاتني نتزوج راجلها ونولد الولد، ومن فوق هاد الشي كامل نولدو ونخليه ليها ونمشي مع الملايين، او لا الملايير كيف ما كتقول. ما حسيت براسي الا وانا كنفجر فيها. قلت: كيفاش تجرأتي تهضري معايا بهذا الاسلوب؟ وكيفاش رخصتيني لهذه الدرجه؟ واش كتظني باللي غادا تجي تعطيني الفلوس وغادا نقبل هذا التخربيق ديالك؟ انا كنهضر وهي ما كتشوفش فيا. غساليت وهي تهضر ببرود اللي استفزتني به. قالت: اعتبري كلامي كيف ما بغيتي، شغلك هذاك، دابا نزلي وفكري مزيان، وإلا غيرتي رأيك راكي عارفة كيفاش توصلي ليا. نزلت وانا كنغلي وهي كسيرات وخلات موراها العجاجة، وانا بقيت واقفة. واش هادي مسطية؟ عند بالها كل شي في هاد الدنيا كيتشرب الماء. شكون هادي اللي غادا تسامح في راسها وتولد ولد باش تعطيه لوحدة اخرى اتربي؟ راه الحماق هذا. تمشيت غادا في حالي وانا الفقصة كتاكل فيا، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. عمرني ما كنت غادا نظن باللي غادا نتنازل على مبادئي مقابل شي حاجة، ولكن فاش صونا التليفون ديالي خبالي موراه بزاف. وانا نمشي بسرعة للسبيطار
حيت كنت كنسمع صوت صاحبتي واختي نهيله في التليفون بالسيف باش كيتسمع ليا بقوة البكا. نهيله اتصلت بيا، ما قدرت نفهم منها والو من غير انها في السبيطار وكتقول ريتاج ريتاج ريتاج، كتعاودها كتار من مره. ودخلت للسبيطار كنقلب عليها وبانت ليا جالسه في الارض وماماها حداها ومعها هبه. مشيت عندها بالجره وغا شافتني تلاحت عليا وعنقاتني وهي كتبكي. قالت زهرة غنموت إلا وقعت لبنتي شي حاجة. سكتي يا حبيبتي فهميني مالكي شنو واقع؟ قالت ريتاج زهرة كتضيع مني، بنتي مريضة مريضة. طاح عليا هاد نزل عليا هاد الخبر بحال الصاعقة، حيت أنا عارفة شنو كتعني ريتاج النهيلة، هي حياتها كاملة وإلا وقعت ليها شي حاجة غدا تموت ما فيهاش. حاولت نهدى النهيلة أنا وهبة وبقينا كنتسناو في الطبيب يخرج. حتى خرج ونقزنا لعندو. قالت نهيلة قول لي بنتي ما وقع ليها والو ياك؟ جاوبها الطبيب مع الأسف خاصها عملية عاجلة، راها دخلات في غيبوبة دابا وإلا ما درنا ليهاش العملية في هاد 24 ساعة غنفقدوها. وانا نقول ايوا ديروها ليها اش كتسناو؟ قال الطبيب خاصكم على الاقل 20 مليون حيت العمليه خطيره وحساسه في منطقه الدماغ وكتستدعي دكتور خاص. يلا غنبدا نهضر. وسمعت شي حاجه جات مزدوحه مع الارض، كانت نهيله. نقزنا انا وهبه بالغوات كنهزوا فيها وجاو الممرضات وداوها لغرفه اخرى واللي زاد كمل الباهية المجية ديال الطبيب وكيفكرني وكيقول ألا لا واش مازال ما وجدتو الفلوس؟ ما كنضمش الجسم ديال البنية غادي تحمل حتى هاد اليوم. بديت كنبكي وقلت له الله يخليك يا سيدي دير شي حاجة، ما تخليوش البنية تموت قدامكم، الله يرحم ليكم الوالدين. جاوبني الطبيب ما كرهتش، ولكن الورم اللي عندها راه في مراحل متقدمة وخاصو عملية من نوع خاص وتكلفتها باهظة. مشى وخلاني منهارة، واش غيخلي وروح صاحبتي وحياتها كاملة تضيع قدام عينيها؟ وبانت ليا هبة جاية ومنهارة كتار مني. جلسات وشدات راسها وعطاتها اللبكة، قالت ما خليت حتى باب ما دقيتوش باش نجمع الفلوس وتقول واش شي حد قبل يعطيني الفلوس، احتمل الباترون. مسكينة نهيلة صافي مشات فيها الى وقعات شي حاجة للريتاج. غا سمعت هاد الكلام ونتمن بلاستي بالجرة والدموع في عيني، ما نقدرش نخسر نهيلة، هي اللي وقفت معايا في هاد المدة وعطاتني امل جديد في الحياة. وبلا ما نشعر اداوني رجليا المقهى وبالضبط لعند مدام سوسن، كانت جالسة كيف ما عادتها. حتى وقفت عليها وبديت كنبكي، قلت الله يخليك يا مدام عطيني الفلوس، بنت صاحبتي غتموت خاصها عملية ضروري. جاوبتني ببرود بالصح وباغية الفلوس ياك؟ قلت اه مدام الله يحفظك. قالت وقيلة هدرت معاك على واحد الاتفاق الى قبلتي به ما غنعطيكش غا فلوس العملية، وإنما غنوصي على أشهر الجراحين من برا. فكري مزيان. قلت ما نقدرش يا مدام، ما كتفهميش ما نقدرش. قالت ما تقدريش اشنو؟ ما تقدريش تولدي ولد؟ فكري في صاحبتك مزيان، فكري دابا ميت وردي عليا، راه الوقت ماشي في صالحك. بديت كنبكي وقلت ليها ما نقدرش يا مدام عافاك يعطيني الفلوس. قالت أبغيت جواب محدد، إيه لا. أنا كنتسنى وفي هذه اللحظة ما عرفت ما ندير، أحاسيسي تخربقوا عليا، واش نقبل وكيفاش نرضى لراسي ندير صفقة بحال هادي ونبيع طرف مني وبالمقابل إلى ما قبلتش غدا نخلي ريتاج تموت وهاد الشي غيقتل نهيلة وأنا معها.
وبلا ما نشعر جاوبت الجواب اللي غيقلب لي حياتي كاملة صفاها على علاها. قلت اه. قالت سوسن اش اه اه اشنو؟ قلت قابلة ندير اللي طلبتيه مكان، غعطيني الفلوس. ابتسمت وقالت مزيان هاك آه نبغي، يلا هي معايا. وبلا ما نسولها تبعتها ومشات للطوموبيل وجبدات باليزة ومعها شي وراق. قالت هادو عقد الزواج سنيهم ونبغي هاد الشي حتى شي واحد ما يعرفه. النملة اللي تحت الأرض ما تعرفش بيه، راهن قتلك والله تنديرها، ما كتعرفيش مع من كتلعبي، كل شي نتجاوزو إلا سمعة عائلتي. ما عييتش راسي، حدي سنيت على العقد وشدات سوسن بفرحة وهي تقول ما تخافيش بنت صاحبتك غدا تكون بخير، راه أمهر جراح في العالم هو اللي غيدير العملية واحتمل المصاريف مدفوعة كامل. سيري دابا وما تنسيش هاد الشي، يبقى بيناتنا، راني كنحذرك. هزيت راسي وكنجر في رجلي اللي ما قادينش يهزوني. صافي فقدت راسي بهاد الشي اللي درت. انا اللي كنت كنقول الام هي اللي ما كتخلاش على ولدها، الام هي اللي ما كتخلاش على ولدها وكتوقف جنبه. وتفكرت اللي تخلات عليا بحال ليلة التاريخ كيعاود نفسه، ولكن بطبعة جديدة. أنا غادا على نفس الطريق، غادا نحمل ونولد ولد باش يقول وحدة أخرى ماما ويكبر قدام عينين مرة أخرى. يا ربي أش هاد العالم الشرير كيوزن الإنسان بالفلوس؟ علاش كون داروا العملية لريتاج بلا هاد التبعكيك؟ كل راني هانية، وكون سوسن تطوعات وبغت تعتق حياة طفلة بريئة بلا ما تجبرني على هاد التضحية. وما حسيت براسي حتى لقيتني في السبيطار وشافتني هبة وجات عندي. قالت الحمد لله ربي سمع دعائنا، شي محسن تطوع وجاب أحسن جراح للريتاج ودفع قاع الفلوس. هبة كتدوي وأنا كنبكي حيت كلامها بمثابة إضافة الملح للجرح، رجعني للواقع. شوية بدات جاية جهتنا نهيلة وإيديها كتشرشر بالدم حيت نطرات لي براد السيروم، وجات شداتني من دراعي بحال ليلى كتقرا شي حاجة في وجهي. قويت راسي وطمئنتها، قلت ما تخافيش نهيلة كل شي مزيان، راكي يديروا لريتاج العملية وغدا ترجع لك بإذن الله. نهيلة عنقاتني ودموعها كيسيلو، وجات ممرضة وضمدات ليها الجرح. بقينا اللي الكل كنتسناه حتى تحل الباب وخرجوا ريتاج في البياض، وطمئن الجراح باللي الحمد لله تجاوزات مرحلة الخطر. نهيلة طارت على بنتها كتبوس ليها رجليها وإيديها. صراحة نسيت همي كامل فاش شفتها هكا. من بعد ما طمأنات على ريتاج ونهيلة مشيت لداري نجيب ليها ما تلبس ونبدل عليا. واخا ما عندي قانا، وانا خارجة لقيت سيارة في الكحل كتسناني. انزل منها واحد الشخص وقال مدام زهرة. قلت له نعم. قال رسلتني مدام سوسن كتسناك في المطعم. وحل لي الباب اللوراني وما زدتش معاه الهضرة حيت صافي رهنت راسي لهاد المرة. المسافة ضد الطريق كلها وانا كنفكر في كل شيء، واهم حاجة هاد الشي اللي درت واش صحيح ولا لا. ما حسيت بالدنيا حتى تحل الباب قدام واحد المطعم راقي ديال الناس الكلاس. دخلت ولمحت سوسن جالسة ومعها راجل باين غيكون راجلها. كان ضحك على راسي، راه ولا راجلي حتى انا، ولكن غاباش نولد له ولد وتربيه مرتو اللي كيبغيها. قربت منهم ووقفت مورا الراجل وهي تقول سوسن ها زهرة جات. هاد الشخص وقف بالتدريج بحال داك شد العرض البطيء، وقد ما كيقرب يدور لعندي كنزيد نشبهه لأنس. احتضر كامل ولا واضح قدامي، والصدمة اللي كنت فيها ما كتقلش على اللي كان فيها حتى هو. كان أنس بنفسه
كيشوف فيا بصدمة، وحتى أنا نفس الشي. وفي هذه اللحظة بالضبط كنت في اضطراب لا مثيل له، ما عرفت ما ندير حتى تصرف هو ببرود وجفاء معايا ملي مد ليا ايدو باش يصافحني بحال اول مره، وبادلت المصافحه وجلست معاهم. وانا كنت شوه من الداخل، واش الدنيا لهيد الدرجه صغيره باش ما نتحط في هذا الموقف غير مع اناس وما نتلاقى غابي. يا الله ايش هاد الشيء، الحياه اش من لعبه جديده كتلعبي معايا، واش من حكمه من ورا هاد الشيء. الاسئله كثيره وبلا اجوبه، وفقط الايام المقبله هي اللي كتحمل جواب لكل تساؤل. قضت الاقدار انني ندير اكبر تضحيه ومعروف بالنسبه لاناس، والموت اهون ليا منه. بززت باش كنت متحكمه في راسي وما نهاريتش، خصوصا وانا جالسه وسط هاد الثنائي اللي نظراتهم كلهم لبعضياتهم مليانه حب وعشق ولمسات ايديهم. كنت مراقبهم، خصوصا هاد سوسن، زعما علاش كدير هكا؟ واش كتعمد تزيد تقهرني اكثر من ما انا مقبوره؟ وبقيت جالسه وساكته حتى نطقات سوسن. قالت كنظن تعرفتي على اناس قبل. انا شفت فيها بصدمه، ما عرفت ما ندير، كيفاش عرفات هادشي؟ قالت ما تخلعيش، راني قبل ما نعقد معاك هاد الصفقه درت عليك بحث وعرفت عليك الشادة والفادة. بقيت ساكتة، اش غادي نقول؟ هي بنفسها قالت عقدات معايا صفقة. صفقة ما كدباتش، غنبيع ليها شي حاجة تانينة. وقاطع حبل افكاري صوت اناس، قال سوسن انا غنمشي، ياك بغيتيني نتلاقاها هانا تلاقيت بيها، يلا هانا غادي نمشي. قالت اوكي شيري انا غنكمل الباقي. ومشى اناس ودموعي حابسهم غير بزز. وهي تقول كيف جاك راجلي زوين ياك؟ بقيت ساكته واحساسي كيقول لي باللي فارشان. قالت جبتك اليوم غباش تعرفي، ماشي معنيت تزوجتيه او لا انا زوجتك لي تبداي تحلمي بالالوان. راه اناس ديالي بوحدي كل ما كنت انا ما عمرك تشوفيه، وداكشي اللي وقع بيناتكم في الفيلاج نسايه وما تبقايش تحلمي بزاف. قلت ليها راكي غالطه مدام، راكي فاهمه غلط. دارت واحد الابتسامه خبيثه وقالت انا راني كنعرف اناس مزيان، راه ما كانش غيدير ديك رده الفعل لنفسها فاش كنتي كتغرقي، كون كنتي بالنسبه ليه شي شخص عادي. بديت كنبكي وقلت ليها مدام راه غا من جانب الانسانيه وصافي. قالت المهم انا ما جبتكش لهنا باش نشرح لك على راجلي، وتفكري هاد الكلمه راجلي بقاي ديما تفكريها، تفهمنا؟ يلا نوضي عندنا ما يدار. ما عرضتش وما استفسرتش حيت اصلا ما عنديش القدره اللي جادلها، تبعتها باستسلام لطوموبيلتها وطلعنا وما وقفت حتى لواحد العماره. دورت عيني باش نعرف فين كاينين، ودرت لعند سوسن بنظرات استغراب وقلت ليها فين جينا؟ قالت نزلي وسكتينا. نزلت وقفت وتقدمت سوسن وتبعتها. وصلنا لواحد العيادة وأنا وقفت تبنجت، كانت عيادة نسائية. طلعت عيني في سوسن اللي كانت واقفة وكتسناني بفارغ الصبر. فاش لقاتني مازالة واقفة قربت مني وهدرت معايا بنظرة حادة. قالت ما تحاوليش تفكري، حتى مجرد التفكير في داك الشيء اللي كيدور في مخك راه في لحظه ندمك. وما تنسيش واحد المراه كتبغيك بزاف راها مازال في الدوار. هزيت عيني فيها بالزربه، كتدوي على امي رقيه، زعما تقدر تاديها تديرها؟ هادي مراه مريضه نفسيا وجراتني من ايدي، وشنو عند الميت ما يقول قدام غساله؟ رضيت بالواقع وتبعتها، واستقبلتنا الطبيبة اللي كانت كتسناني. بقيت سوسن معها في البيرو وأنا جراتني موراها لغرفة الفحص. دارت لي فحص شامل ورجعنا لعند سوسن، وهي تقول ليها عندرا دكتورة كل شي مزيان. قالت الدكتورة الحمد لله كل شي هو هذاك،
قاع المؤشرات الحيوية كيشيروا باللي البنت سليمة، لمعوا عينين سوسن وهي تقول إذا تقدر تخدع الحقن المني بنجاح. وهي تقول لها الطبيبة إلا ما زال مصر على هذه المخاطرة أنا معاك، ولكن راه فايت لي شرحت لك الوضع. وهي تقول سوسن والمعنى؟ قالت الدكتورة مدام سوسن الحمل ما غيكونش مستقر إلا حصل بهذه الطريقة العصرية، وغتعذبو بزاف ويقدر يوقع عليها إجهاض، وهكا غادي تخسروا بزاف ديال الوقت، وأنا وانتي عارفين مزيان باللي الوقت ماشي في صالحك. قالت سوسن والحل؟ وهي تقول الدكتورة غتعصبي إلا قلتوليك، ولكن أحسن طريقة هو الاتصال الجنسي والنتيجة ديالو أكيدة. سوسن انفعلت وقالت لا مستحيل. قالت لها الدكتورة أنا قلت لك اللي كاين، أحسن طريقة هي هادي، هكا غادي تضمني النتيجة. سوسن بقات ساكتة مدة عاد تكلمات، قالت صافي واخا وجدي المسائل وغدا غندوز عندك. قالت ليها واخا غتلقاي كل شي واجد، أنا من هاد الشي كامل غا كنشوف وكنسمع فيهم كيدويو عليا بحال لا شي آلة، كنت بغيت نغوت. راه هادي إنسان اللي قدامكم عندها مشاعر وأحاسيس، راح يوليا شوية ما كفاكمش هاد الشي اللي كندوز منه، ولكن كنعترف أنا جبانة واخا نعيا ما نشجع فراسي، بمجرد ما كنشوف سوسن والنظرات ديالها كنحس بالتهديد. وخرجنا من العيادة ووصلتني للدار، وقبل ما ننزل هضرات معايا وقالت وجدي راسك راه غدا غندوز موراك ونديك. قلت ليها فين؟ قالت واش كتظني باللي غدا نخليك بعيدة على عينيا؟ ما حدك غتهزي الوريد غتبقاي ديما تحت عينيا، وما تنسايش راه اي حركة كديريها كنكون على علم بها، وفكري مزيان قبل ما تهوري. انزلت وخبطت الباب الطوموبيل وطلعت لبيتي وسديتو عليا، وبديت كتبان لي الدنيا كلها كحلة، وتلاحيت على الفراش وكنبكي. من بعد ما ابتسمت لي الدنيا غشوية ضرباتني الدنيا ضربة حتى لصقت مع الأرض، وحتى من حظي اللي طيحني في هذا المصيبة ومعامل مع الشخص اللي سلب قلبي من النظرة الأولى. ما عرفتش حال المدة بالضبط وأنا على هذا الحال، حتى غفيت نعست ما فقت حتى كان ظلام الحال. كان شي واحد كيخبط على الباب وتليفون ديالي كيزون، نط غاب الزز محل الباب. كانت هبة وغا شافتني وطارت عليا، قالت وهي شادة صدرها بإيدها الله يا زهرة خلعتيني عليك، مشيتي وغبرتي تخلعت وقلت غتكون وقعت ليك شي حاجة، واش انتي بخير؟ وفي هذه اللحظة بالضبط تمنيت نقدر نعاود الهبة على اللي بيا ونشكي لها همي وعلى الفعلة اللي درت وندمت عليها، ولكن رجعت للواقع. هاد الشي اللي درته ما معلقش بحياتي بوحدي، معلق بحيات بزاف ديال الناس، وتقدر ديك المريضة تسوسن تأديهم بدم بارد. نهدت وجاوبت وقلت ليها هبة بلا ما تخلعي راني بخير، غير عييت من بعد اللي وقع وما حسيتش براسي حتى غفيت. قالت ايوا يلا رانو هايله من قبيله وهي كتسول عليه، ريتاج حلات عينيها وراها بخير. فرحت وقلت لها يلا نمشي ونشوفوها. خرجنا انا وهبة ومشينا للسبيطار، وكانت نهيله شاده في ايدين بنتها وكتبتسم. قربنا منهم وسلمنا عليهم وجلسنا كندردشو شويه. نهيله رجعت فيها الروح من بعد ما تجاوزت بنتها مرحله الخطر. قالت ما غتعرفوش البنات شنو كان غيوقع ليا كنت اداه ريتاج، غارب بلطف وصافي. وهي تقول هبة ما عمركي ما جبتي ليا حس المرض ديالها. جاوبات نهيله اختي شنو نقول لك، من نهار تزادت وهي مريضه زعما علاش انا كنخدم جوج خدمات، راه غير على قبل دواها، ودابا كنت عيما قلبي مع داك الشخص اللي جاب لبنتي الفلوس، اكيد غيكون اب ولا ام لا مثيل له.
حقاش ما قدرتش تحمل تشوف مأساتي بلا ما تتدخلي. قلت في خاطري عافاكي لما سكتي يا نهيلة، راكي غالطة. أحقر إنسانة هي هادي اللي كتدعي معاها، راها غدا تعطي ولدها من أجل الفلوس. وأنا نقول البنات، كنظن صافي وصلنا لنهاية الطريق. البنات داروا بجوجات كيشوفوا فيا بتعجب. قالت نهيلة مالك يا زهرة، كاع ما عجبتيني. قالت هبة حتى أنا لاحظتها، واش وقع عليك شي حاجة؟ عودي لينا، رحنا خواتات وما عندنا حد من غير بعضياتنا. توترت وما عرفت باش نجاوبهم. قلت دابا البنات كنت معاودة لكم على مرقية ياكو. قالت هبة اه المرأة اللي كتبغيك بزاف. قلت لها اه مريضة مسكينة وما عندها حتى شي واحد من غيري، غنرجع للدوار باش نرد ليها البال. وهي تقول هبة اويلي وحياتك، خدمتك وقرايتك كل شي هنا. شدت نهيلة على ايد هبة وقالت وشنو غتسناي من انسانة طيبة بحال زهرة تلقى المرأة اللي عاوناتها مريضة وما تعاونهاش. زهرة ما غنوقفوش في طريقك، ولكن ما تنسيش فوقاش ما ضاقت بيك الدنيا، تفكري باللي كاينين حنا ديما غنوقفو معاك. وهي تقول هبة اه اختي ما غنساوش وغتخلي بلاصتك في قلبنا. وقلت ليهم ما بغيتش هادشي كامل يوقع، ولكن الظروف قوى مني وانسحبت مهزوزة وخليت هبة مع نهيلة. فين ما كنمشي ما كنتهنى، وحتى من الكذوب وليت محترفة فيه، مبادئي كاملة ضربتها في الخوة. وصلت لبيتي وتلاحيت ونعست، حليت عيني على أشعة الشمس اللي داخلة لبيتي وتمنيت كون كان النهار ما طلعش وكون بقى الظلام كاين وأنا مخبعة فيه من العينين. يا ربي كيفاش غيدوز هاد النهار؟ وانا نتفكر واحد القولة ديال ماما في رسائلها، فوقاش ما ضاقت بك الدنيا لجئ الى الله راه ما غيخيبكش. وبالفعل نطت وضيت وجلست كنصلي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ارتاحيت نسبيا مورا ما صليت، ولبست حوايجي وهبطت من بيتي، ولقيت عند الباب نفس الشخص اللي جالي ديك المره. تمنيت كون كان داكشي اللي عشتو مجرد حلم، ولكن الوجود هاد الشخص بالضبط كيأكد باللي هادشي كله حقيقة. وركبت معاه بلا ما نسول، وحتى هو ما هدرش وساب، وانا متبعة بعيني اي بلاصة من الحي حيت عرفت باللي زهرة بقات محبوسة هنا، انا براسي ما عرفتهاش شكون. وصلت الطوموبيل ووقفات مدة، الشي اللي خلاني نرجع للأرض واقع ونوعى بالدنيا. ودورت عيني نشوف فين أنا، وأنا نتصدم، واش مأكدين باللي رأينا في المغرب؟ حيت غير من البوابة الأمامية اللي توقف عندها الشيفور كيتسناها تحل تعطيك الخبر. جاب لي الله بحال رانيا في البيت الأبيض، هاد شكل البوابات كيشبه لداك شد القصور بعالم ديزني. اقصر هذا بالفعل ضخم ودايرين به بزاف الحدائق متناسقة وعمري ما شفت بحالها. وتوقفت السيارة أخيرا قدام واحد الباب كبير في القهوة، اتحل وبنت لي واحد البنت من لباسها عرفتها من الخدا، وقربت مني بابتسامة وحلات الباب وقالت مرحبا بك لالا. أنا كنت مبهورة بدكشي اللي كنشوف، ونزلت وبادلتها الابتسامة الصفرة حيت واخا تبهر قد ما تبهرت كان بقى واعية مزيان وعارفة كيفاش جيت لهنا والهدف من المشية ديالي. ملي شفت سوسنها طمع الدروج وجاية باتجاهي بابتسامة مزيفة، قربت مني وقالت شرفتينا في قصر المرمز. اكتفيت بالتخنزير فيها وبقيت ساكتة. وهي تقول للبنت ادي زهرة لبيتها وحرصي على راحتها واهتمي بيها. وهي تقول عزيزة واخا لالا، وتلفتات جهتي وقالت تفضلي يا لالا معايا. تبعتها بلا اعتراض، وصلنا للفوق وكان ممر طويل ومسطر بالأبواب.